تميزت فعاليات موسم أصيلة الثقافية الدولي ببرنامج حافل خلال عرض ندواته الفكرية، وتناول قضايا عدة من إفريقيا أي عالم لنا، إلى معالجة القضايا الراهنة لمختلف التوجهات الشعبوية في العالم، مروراً بمسلمي الغرب الواقع والمأمول، وكان ختامها موضوع لطالما عرف الجدل والنقاش في مجتمعاتنا العربية، ندوة الفكر العربي المعاصر والمسألة الدينية. ناقشت من خلالها ظهور جماعات التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أنها تستند إلى تفسير خاطئ وفهم مغلوط للإسلام، ولا بد للنخب العربية أن تتحرك وتقوم بتصحيح المفاهيم ووضع الإسلام في سياقه الصحيح. كما أعربت من أن التدين الشكلي المبني على المظهر دون الجوهر سبب رئيسي في فهم المغلوط لجوهر الدين. وكما أوصت الندوة بأن تلعب أجهزة الإعلام ومؤسسات التعليم دوراً أساسياً في تصحيح الصورة والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام.